للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد، ماذا عن المتحور الجديد ومدى الخطورة التي يمثلها؟ نعم، مساء الخير للجميع. بالنسبة للمتحور الجديد، هو رقم تقريبا 600 سلالة من الأوميكرون. من بداية الأوميكرون في عندنا تقريبا أزيد من 600 سلالة. بالنسبة للأعراض، هي أعراض غير خطيرة. بالنسبة للانتشار، انتشار قوي. ليش؟ لأنه عنده القدرة أنه يهرب من المناعة، في نفس الوقت يدخل داخل الخلايا بسرعة، وفي البروتين سبايك في عنده 103 من الطفرات، وهي الطفرات جعلته سريع بالانتشار. حاليا اليوم موجودين في سريع الانتشار قليل الخطورة. نعم، لأنه من عائلة الأوميكرون. إحنا لما بدأ الأوميكرون صرحنا أنه بداية نهاية الكورونا فيروس، وهذا إثبات، لأنه كل السلالات اللي تكونت في هاي الأشهر بعد ظهور الأوميكرون كلياتها مش خطيرة بالنسبة للأعراض. آخر شهر تقريبا أزيد من 1.5 مليون اللي توفوا، 1.5 مليون اللي أصيبوا، أزيد من 3100 اللي توفوا. فقط 5% اللي توفوا توفوا بسبب مباشر من الكورونا فيروس والمتحور الايرس الجديد. عشان هيك طمن جميع المستمعين انه الاعراض هي اعراض خفيفه، وهي من عائله الاوميكرون، موجوده في كثير من الدول، بس لازم احنا نستعمل الوقايه كعلاج واللقاح كمدافعه. نعم، سرعان ما تحدثت شركات الأدوية المختلفة عن تصنيع لقاحات جديدة، هل نحن بحاجة إلى تصنيع لقاحات جديدة لهذا المتحور؟ أنا حسب رأيي بالنسبة لخبرتنا بالنسبة لهذا المتحور، اللقاحات اللي موجودة عندنا خصوصا لقاحات الشركات اللي استعملناها هي إلى رد فعل إيجابي لضد هاي المتحورات. ليش؟ لأنه تشتبه كثير بالطفرات الموجودة في السلالات اللي شفناها في أوميكرون. في 600 سلالة أغلب الطفرات هي موجودة في كل السلالات، عشان هيك اللقاح الموجود اليوم له رد فعل. وبعدين عملوا بحث مع الشركات على الفئران، والنتيجة كانت إيجابية، بس لازم نشوف رد الفعل على الإنسان. اليوم إحنا بحاجة لتقدم باللقاح، ولقاح اللي عنده قدرة يقاوم كل المتحورات، لأنه في بعض الطفرات تهرب من اللقاحات، وهي النقطة الضعيفة بالنسبة للتطعيم. لأنه في ناس كثير بيسألوني بيقولوا لي أنا أخذت التطعيم بس أصبت. ليش؟ لأنه عنده طفرة اللي تهرب من التطعيم. نعم، أخيرا دكتور فؤاد، ما هي الأساليب الوقائية التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات وانتشار المتحور الجديد؟ نعم، الوقاية مهمة. الوقاية أنه الشخص لازم يرضى طبيب نفسه، وإذا في عنده أعراض اشتباه في كوفيد أو بإنفلونزا، لأنه عندنا المشكلة اليوم انه الكوفيد صار شبيه بالانفلونزا او اضعف من الانفلونزا، لازم يشاور الطبيب الانعزال الشخصي، وياخذ الادويه باستشاره مع الدكتور. واذا في اماكن فيها التحامات كثيره افضل انه ما يدخلش فيها. في نفس الوقت اليوم كل الاسباب اللي شفناها، الالتحامات في الصيف وقلة قوة المناعة خفت كثير، وفي نفس الوقت لازم ياخذ ويستعمل الكمامة، وإذا في أماكن مغلقة وخطيرة للانتشار كورونا فيروس داخل مثل السينما أو المطاعم المغلقة. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية.